السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على أوروبا، الدور الأوروبي، وين شلنا كيفاش نابولي أرسنال. المقابلة هذه اللي كانت نقولوا كانت محسومة، هدفين لصفر في الملعب تاع أرسنال. وشلنا في العودة، شلنا اليوم، شلنا المقابلة كيفاش نابولي أرسنال، شنا تضيع أهداف من طرف الفريق تاع نابولي، شنا محرز، حنا شنا غلام اللي شناه لعب بطريقة جيدة، شنا كيفاش شارك في الهجوم، شنا لاعبين اللي سجلوا أهداف، سجلوا هدف في الشوط الأول عن طريق تسلل، وين ضيعوا أهداف خاصة في بداية الشوط الأول في الدقيقة، في نقولوا حنايا 26 27 دقيقة، نابولي تلعب ضيع في أهداف، داروا ضغط ضيعوا أهداف. شنا كيفاش أرسنال عرف كيفاش يحافظ على النتيجة، عرف كيفاش يحافظ على النتيجة في الشوط الأول على 30 دقيقة. شلنا لاكازيت في الدقيقة 36 كيفاش خادع بها الدفاع تاع نابولي اللي شلنا من اليوم. شلنا الشوط الأول تاع نابولي، الشوط الأول تاع نابولي خاصة حتى 30 دقيقة، حتى 32 دقيقة، وين نابولي قاعد الهواية تاعو هو تضيع أهداف. بالك كلو كان في بلاصة لاعبين آدم الوناس كان رايح يسجل أهداف، خاصة وشنا كيفاش ضيعوا أهداف أمام الحارس تاع أرسنال فاس أفاس. هذيك حنايا نقولوا بلي وشنا كاليخون وين ضيعها أهداف كانت محققة، بالك فما آدم الوناس كان يسجلهم بطريقة جميلة، طريقة جيدة. هذه هي المقابلة هذه اللي ما كانش في صالح نابولي، خاصة وين هزموا بهدفين كانوا ينجموا يرجعوا الأهداف اللي ضيعوهم في 30 دقيقة الأولى، كانوا ينجموا يرجعوا. لكن شلنا أنشيلوتي الشوط الثاني، ما شلناش اللمسة تاع المدرب في الشوط الثاني، وين أنشيلوتي ما قدمش، ما نقولوش باللي مام الهزيمة اللي كانت في أرسنال السيمانة اللي فاتت كانت بسبب خيارات تاع المدرب وهو أنشيلوتي. وين شلنا المدرب الحارس بيتر شيك وين أنقذ المرمى تاعو من أهداف كانت محققة. هذه المقابلة والله المشاهد نجم نهضر، خاطر على كنت باغي نشوف غلام يتوج بكأس، وهذه هي كرة القدم. صحيح وربي يحفظكم.